بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني: هل يستطيع الشيطان أن يتدخل في أحلامك؟ يعني هل هناك علاقة بين الأحلام وبين الشيطان؟ هل يمكن للشيطان أن يريك أشياء مثلا تحبها أو تكرهها ويكون لها تأثير عليك في اليوم التالي بعد هذا الحلم مثلا؟ الحقيقة يجب أن نعلم أيها الأحبة أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة أحبتي في الله هي رؤيا مثل رؤيا سيدنا يوسف عندما رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر يسجدون له كل هؤلاء، وسيدنا يعقوب أعطاه الله علما في تأويل الأحلام في تأويل الأحاديث، والله علم هذا العلم لسيدنا يوسف لم يتعلمه من أحد بل من الله مباشرة، ويعلمك من تأويل الأحاديث لأنه كان في الجب وكان في السجن وتعرض لفتن كثيرة، لم يكن لديه أي مصدر من مصادر المعلومات. لذلك هنا قبل أن نجيب بالتفصيل عن هذا السؤال أستحضر آية عظيمة الله تعالى يقول فيها: واتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك أنا أريد منك أخي الحبيب أن تغير فكرتك أن العلم يأتي فقط بالتلقي، والعلم يأتي فقط من خلال الدراسات والكتب والعلماء والباحثين ومن خلال مصادر المعرفة المتوفرة. لا، هناك مصدر أساسي ومهم هو الله، هو مصدر العلم أصلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لذلك أخي الحبيب عندما تتقي الله يقذف الله في داخلك نورا هو العلم، تدرك أشياء لم تكن تعلمها من قبل. القرآن يفسر منذ 1400 سنة، وكل يوم هناك شخص ما حول العالم يمن الله عليه باكتشاف جديد وبمعنى جديد في هذا القرآن العظيم. هذا من تصديقا لقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب الشيطان كيف يتدخل في الأحلام؟ الشيطان أخي الحبيب له سلطة على الإنسان في الوسوسة فقط وليس في الإجبار. يعني الشيطان مثلا، أنا حتى أقرب لك الفكرة، تخيل معي أن الشيطان عبارة عن معلومة مثل الفيروس، نحن لا نرى الفيروس ولكن عندما يدخل إلى الجسد ويفتك بالجسد نرى آثاره. إذن هذا الشيطان يريد أن يوسوس لك ليدخلك معه إلى نار جهنم، وبالتالي أخي الحبيب يجب أن تحذر من وساوس الشيطان. فالشيطان لنتخيل كما قلنا أنه عبارة عن معلومات تدخل إلى دماغك، ذبذبات تدخل إلى الدماغ، تدخل إلى القلب، إلى الصدر، فيبدأ بالتأثير على خلايا دماغك وقلبك فيوحي لك بأشياء، يعني يزين لك الشر، يزين لك فعل الشر. طيب قد يقول قائل: ما هو الدليل على وجود الشيطان؟ طيب
قبل 100 سنة مثلا لم يكن العلماء يعلمون شيئا عن الفيروسات. كان الكثير من أنواع الطاعون يضرب البشر ويموت الآلاف، ولا يعلم الناس مصدر هذا الأمر أو ما الذي حدث. عندما تطور العلم وتم اختراع المجهر الإلكتروني وتم اكتشاف ما يسمى بالشريط الوراثي DNA وRNA وغيرهما، تبين أن هذا الفيروس عبارة عن معلومة، هو يتدخل في معلومات الخلايا، يعني هو ليس لديه أسلحة، هو ليس لديه شيء يهاجم به، هو يدخل إلى البرنامج الموجود في الخلية ثم يعطي أمر لهذا البرنامج. بدلا من أن تقوم الخلية بتصنيع خلايا جديدة، يأمرها أن تصنع فيروسات. سبحان الله، يعني الفيروس معقد جدا، ولكن لا يستطيع أحد اليوم أن ينكر هذا الكلام الذي أقوله. طب لماذا تنكرون أن الشيطان يستطيع أن يدخل إلى دماغك ويتسلل ويؤثر على الموجات التي يطلقها دماغك، وبالتالي يوسوس ويزين ويتحكم بهذه الأفكار، بدلا من أن تقول أنا الآن سأفتح الموبايل لأشاهد مقطع عن القرآن الكريم أو عن معلومة علمية أستفيد بها أو أفيد بها غيري، تقول أنا سأفتح على موقع فيه لهو عن ذكر الله، فيه مقاطع تغضب الله، فيه كذا فيه كذا، فيه نميمة، فيه استهزاء بالناس، فيه كلها مضرة. طيب من الذي يحرك هذا الدماغ؟ هو الشيطان. ولكن هنا كما في حالة الفيروس أخي الحبيب، الفيروس لا يستطيع أن يؤثر على كل الناس، هو يؤثر فقط على من لديه مناعة ضعيفة. الذي يمتلك مناعة قوية الفيروس تجده عاجزا. جسمك، برنامج الخلية الموجود في الخلية الذي يشغل الخلية، نظام التشغيل الخلية لنقول، هذا النظام يدرك على الفور أن الذي دخل إليه هو فيروس ضار، فيبدأ الجسم بالقضاء عليه ولا يستجيب لأوامره. طب الآن الشيطان دخل إلى دماغك أو إلى صدرك وبدأ يأمرك بالشر، بدلا من أن تقوم بفعل الخير يمنعك عن فعل الخير، أو يأمرك، هو لا يستطيع أن يمنع، ليس له سلطان، ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن نظام المناعة ضد الشيطان هو الإيمان والتوكل على الله. عندما ضرب فيروس كورونا مؤخرا الأرض، أكثر عمليات بحث كانت عن موضوع المناعة، كيف أكسب مناعة قوية ضد هذا الفيروس. طبعا العلماء بدأوا يقولون يجب أن تأخذ فيتامين سي والزنك والطعام الصحي وإلى آخره والرياضة والكذا، وتتجنب ملامسة الأسطح الكذا، يعني إجراءات الاحترازية وغير ذلك كثيرة. وكل الناس بدأوا يستجيبون ويطبقون. طيب القرآن أعطانا أساليب لتمتلك مناعة قوية ضد هذا الشيطان وتأثيره. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا رقم واحد وعلى ربهم يتوكلون اثنان، التوكل على الله. فإذا
هذا الشيطان سواء جاء في اليقظة أو في الأحلام، طيب وأنت نائم الدماغ يعمل، القلب يعمل، المجال الكهربائي للقلب موجود، والمجال الكهربائي والكهرطيسي للدماغ موجود، وأي فكرة تطلقها يستطيع العلماء أن يتعرفوا على ملامح هذه الفكرة من خلال الموجات التي يطلقها الدماغ. فهذا الشيطان يستطيع أن يؤثر على هذه الموجات مثلا ويأمرك بالشر. الحلم الذي يراه الإنسان أقصى شيء يستطيع أن يفعله الشيطان هو أن يريك كابوسا مؤلما، شيء مفزع، كوابيس متنوعة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا طريقة رائعة للوقاية من هذا الأمر. إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها، أول شيء قال فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها فإنها لا تضره، وأعطانا إجراء عملي أن نقرأ المعوذتين وننفث نفخة خفيفة ثم تمسح صدرك ووجهك وتغير الاتجاه الذي أنت كنت نائما عليه. وقال أيضا ولا يحدث بها. لماذا؟ لأن النبي لا يريد أن يشغل دماغك بأفكار فارغة شيطانية لا تضر، هو طمأنك. أي رؤية تكرهها اعلم أنها من الشيطان وانساها فورا، ولا تذكرها ولا تحاول أن تفكر بها أبدا، فإنها لا تضرك. وأنا أطبق هذه القاعدة النبوية على فكرة. الرؤية الجميلة الصالحة المبشرة فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لنا أن نحدث بها لأن فيها تفاؤل. إنسان رأى نفسه في الجنة، طب هذا أمر جميل يحدث به. إنسان رأى الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، هذه من أجمل الرؤى، يحدث به. بينما إنسان رأى لصا يحاول أن يسرقه لا يتوهم أنه سيسرق في اليوم التالي أو كذا، هذه لا تضره. الشيطان يريد أن يشغل دماغك بمعلومات تافهة وفارغة ويجعلك تلهث وراء الدنيا وتخاف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عدنا إلى موضوع الإيمان. إذا القضية كلها قضية إيمان أيها الأحبة. نحن للأسف معظمنا مؤمن بالاسم، أما حقيقة هو ليس بمؤمن. لماذا؟ كيف تعلم نفسك أنك مؤمن أو غير مؤمن؟ فقط اختبر مدى خوفك من الشيطان. يعني هل أنت تخشى هذا الشيطان؟ هل تظن أنه يضرك؟ هل تظن أن هذا الشيطان يستطيع أن يسيطر عليك ويؤذيك؟ هذا هو السؤال. فإذا كان الجواب لا، الشيطان ليس له سلطان علي، إذن هذه علامة من علامات الإيمان والتوكل على الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.